السلام عليكم. دوك نوريكم اليوم رانا هنا في برج بوعريريج، وحبينا نروحوا البارك نتاع الالعاب نتاع برج بوعريريج باش ندو تفلح بيه روح تما. سقسينا الناس هنايا، قلنا لهم مع الطريق هذه تاع اللي تدي للبارك تاع اكوا بارك تاع برج بوعريريج، يعني وشوفوا من كثرة الكرم تاع الناس هذو تاع برج بوعريريج. كاين هذا الشخص هذا اللي راه بالموطو، هذا اللي راه بالموطو يسكح المكان تاع البارك بعيد شوية، وشغل كومبليكي شوية، طريق شوية معقدة. شوف يعني اقترحنا باش قالنا تبعوني نديكم حتى للبارك. هذا الإنسان هذا يعني طيب، يعني كتير طيب. شوف يعني قالنا تبعوني ورانا نتبعو فيه، انا نتبعو فيه، قالنا نوصلكم حتى للباب تاع البارك بالموطو ديالو. وخليكم تابعوا الفيديو و ميم طون زيدوا تشوفوا طريق هدايا. هذا واحد من الطرق الرئيسية في برج بوعريريج حتى يوصلنا حتى الباب نتاع البارك.
تاي وهنا رانا وصلنا للبارك على كل حال، ويعطيك الصحة أخويا، يعطيك الصحة، السلام عليكم. وهنا نشوف المدخل نتاع البارك، لكن للأسف البارك راه مغلوق، بارك راه مغلوق، وعلى حسب ما أظن لأنه اليوم رانا اليوم جمعة، نهار تاع جمعة، وجمعة راهي ثلاثة تاع العشية، ما عرفناش إذا راه مغلوق بسبب الجمعة، ممكن بالك يحل على الربعة ولا الخمسة، أو راه مغلوق بسبب وباء تاع كورونا. إذن هذا هو البارك نتاع برج باري ريتش، اهبط روح نشوف، روح نسقسي اكتفي بهذا القدر. السلام عليكم، خليكم على نهاية الفيديو.